ليس رأي، هذا يقولون معلومة يعني. نعم نعم، هذه حقيقة، لأنه لم تكن تشمل التركمان فقط وإنما الآشوريين. آشوريين أيضا. إحنا كذلك أجبرونا على أنه في حقل القومية أن نكتب عرب. يعني ومن لم يكتب عرب؟ يعني ومن لم يكتب عرب طبعا إحنا كتبنا آشوريين، وحتى في مناطق الدورة صارت بالخناجر ويا ذول قوات الأمن، لأنه كان أكو هواية رفضوا من الآشوريين تسجيل هالمسائل هاي، فصار ضرب بيناتهم. بس هي بالحقيقة أنه بعدين اضطروا قالوا كتبوا شو تريدون كتبوا كتبوا، لكنه إحنا متأكدين بعدين غيروها، اللي كتب تركماني سوى عربي، اللي كتب آشوري سوى عربي. فهاي يعني حتى القضية شملت كذلك الإخوة الأكراد أيضا، الكل يعني كل يعني شملت. الشيء الآخر هو أنه إحنا نتفق على اعتماد إحصاء 1957 في تبيان التغيير الديموغرافي اللي حصل في كافة المناطق، وبنفس الوقت احنا يعني نستنكر اي تغيير ديموغرافي يكون ايا كان مصدره. يعني اذا نسمع انه الان اكو يريدون اقامة بعض مجمعات في منطقة بارطلة، فاحنا نستنكر المسألة هاي. تقصد هذا الحقيقة ام فقط افتراض؟ لا اكو 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 يعني يريدون يبنون مجمعات سكنية، واحنا نطالب من هؤلاء التابعين لمحافظة الموصل، يعني اكو يخططون انه في بناء مجمعات سكنية لاسكان مو الاشوريين، لكن احنا نطالب ان هاي المجمعات ان يشغلها الاشوريين، وخاصة ذول الاشوريين الهاربين من الارهاب المبرمج. استاذ برهم فقط اعذرني، انا فقط ربما وخصص حلقة فقط للأشوريين، لكن أود التركيز على كاكوك، مدينة كاكوك، لأنها هي يعني أنا أريد أثبت لك أنه نعم. إحنا مودا نحكي على التغيير الديموغرافي اللي حدث من قبل القيادات الكردية، أنه إذا أكو قيادات يعني موجودة في الموصل هي قيادات عربية تريد تسوي تغيير ديموغرافي في سهل نينوى، إحنا نعم. نرفض أيضا نعم. أي تغيير ديموغرافي، فنطالب أنه هاي المجمعات أن يسكن بها الأشوريين اللي هاربين من الإرهاب المبرمج، حتى ما يعني يطلعون الى الخارج او غير مكان. نعم الاستاذ قيس قاضغي. نعم يعني حتى ان الاستاذ كمال بياتي ربما اعطى ملاحظه اثناء حديثه عن قضيه انك لم تجب عن قضيه الاحصاء 1957 الذي تم تحت اشراف الولايات المتحده، والذي يعني تقول المصادر بأنه أثبت أن التركمان هم الذين كانوا أغلبية في مدينة كاكوك. لك أن تقنع، لك أن تجيب، أن تجيب الأستاذ، تجيبني وتجيب المشاهدين وتجيب خصوصا كمال بياتي وتقنعه برأيك إزاء هذه المسألة. هو إذا أستاذ العزيز كمال بياتي ما يريد يقتنع، يعني حتى لو أجيب له آيات بينات من الذكر الحكيم ما يريد يقتنع. المهم يعني المسألة لم تكن تحت رعاية الأمم المتحدة. أستاذ قيس، الأستاذ كمال بياتي وغيره يقولون لك لكن هذا الإحصاء الذي نتحدث عنه هو إحصاء رسمي من جهة دولية محايدة. لا مو من جهة دولية، من جهة الحكومة العراقية الملكية تحت إشراف الأمم المتحدة. لا لم تكن هناك إشراف، وهناك الكثير من المصادر تتحدث عن تاريخ العراق الحديث، وكل هذه المصادر تؤكد على ان كركوك مدينة كردية خالصة. يعني اذكر منها يعني شيخ المؤرخين العراقيين عبد الرزاق الحسني، لو تقرأ اكثر المؤلفات اللي وضعها كلها مجلدات، يعني تؤكد على ان هذه المدينة والعشائر الموجودة في هذه المدينة، وكذلك أعضاء البرلمان العراقي المنتخبون من مدينة كركوك الذين كانوا يمثلون هذه المدينة في البرلمان العراقي ببغداد، لكن كانوا دائما 75% منهم أكراد والبقية تركمان. لم يكن هنالك ولا عربي مثل كركوك في البرلمان العراقي. يعني أنا أنقل لك الحقائق من المصادر، لم يمثل حتى يعني مرة واحدة آشوري واحد فقط مثل كركوك، ويعني شخص واحد فقط. أما بالنسبة إلى العرب
فأيضا كان شخص واحد، ولكن بعد عام 1900 يعني بعد استحداث قضاء الحويجة أصبح المرحوم عاصي العلي ممثلا للعرب في يعني من كركوك في برلمان بغداد. أما البقية يعني 75%، وأنا لي بحث مطول عن هذا الشيء، كلهم من الأكراد، وقد استقيت يعني المعلومات كلها من المصادر. يعني فليقرأ الأستاذ البياتي رحلة أولياء شلبي اللي كان رحالة تركي مشهور، والكثير من الرحال الذين جاءوا أنت إلى هذه الأستاذ قيس قادغي. الأستاذ قيس قادغي، أنت ذكرت الأستاذ عبد الرزاق الحسني، وقلت بأنه ذكر بأن كركوك مدينة كردية. نعم. لكن يقول لك البعض بأن الحقيقة أن الأستاذ عبد الرزاق الحسني في كتابه تاريخ الوزارات العراقية ذكر بأن مدينة كركوك هي تركمانية، والدليل في ذلك على أن هناك أغلب أعضاء البرلمان أو ممثلين في البرلمان كانوا في تلك الفترة كانوا تركمان. أنا مستعد أبعث لك هذا الكتاب بالذات، الجزء السادس من تاريخ الوزارات العراقية، وفيها الأسماء يعني من كانوا ممثلي كركوك في البرلمان العراقي منذ أول برلمان في عام 1924 وانتهاء في عام 1958 آخر يوم من أيام الملكية في العراق. يعني الأسماء موجودة ومعروفة سيكون يعني جيد سيكون جيد الأستاذ قيس أن توصل لي الكتاب حتى أزيد تأكد من هذا الموضوع. أوكي نعم. أوكي أنا حاضر. يعني شوف عزيزي، عندما أقول عاصي العلي فليس هنالك يعني ليس من حقي أن أقول عاصي العلي كردي، هذا رئيس عشيرة العبيد، وعشيرة العبيد في قضاء الحويجة منذ عام 1936 في 34 في وزارة ياسين الهاشمي، اللي كانت هنالك مشاكل بين الجبور والعبيد والشمر، اللي كانت عوائل أو عشائر رحالة، فأجبرت الوزارة إلى استحداث أولا يعني قضاء ناحية الرياض، وبعدئذ قضاء الحويجة اللي سابقا كان اسمها قضاء الأستاذ قيس سيد أحمد خانقة. شوف الأستاذ قيس الأستاذ قيس نعم الأستاذ قيس أعذرني، فقط الوقت داهمني، فقط تبقى معنا في الحلقات القادمة، وأطلب كذلك أمنح كذلك دقيقتين للأستاذ كمال بياتي معنا على الخط ربما للتعليق أو التعقيب على ما جاء في كلامك. تفضل أستاذ كمال. نعم أستاذ توفيق، أشكر الفترة الأخيرة من البرنامج، سمحت لي أتكلم في جملتين قصيرتين. في الخمسينات كان النواب كان خمس نظام، ثلاثة تركمان واحد عربي واحد أشيري، ولا كان يوجد أي نائب كردي في البرلمان العراقي في الخمسينات. مع الأسف الشديد أستاذ قيس، يعني مثل حاليا زعماء الأكراد الطالبان والبردان مثل أستاذ قيس يرفضون جميع الحق يكون مواسيه، مع الأسف الشديد يعني في وقتات مثبتة لا أدري من أين يصيب هذه الجمل، يعني هذه المناطق الكردية أو أوكي. الأستاذ كمال بياتي، الأستاذ كمال بياتي والله يعذرني، فقط صوتك الآن غير واضح تماما، ونحن على مشارف نهاية هذا البرنامج، سنتصل بك إذا أمكن يوم الغد إن شاء الله، وتكون معنا في حلقة يوم الغد أيضا، يعني أدعوك مسبقا، وأشكرك جزيل الشكر كذلك على مشاركتك معنا في هذه الحلقة، وسجل النقاط والتعقيبات التي لديك لترد بها يوم الغد إن شاء الله، وإن شاء الله يكون الصوت أحسن. نعم الأستاذ برام، لك أن تعقب على ما سمعته من أستاذ قيس القواداغي أو الأستاذ كذلك كمال بياتي. ما عندي تعقيب، يعني هناك على لكنه هناك من يقول بأن يقول البعض أنه في العشرينات لم يكن هناك أي سجال حول قضية هوية مدينة كركوك، وأثيرت فقط مؤخرا. طبعا كانت عراقية خالصة فقط، كانت عراقية ولا زالت عراقية، ومن أجل ذلك أدعو كافة الأطراف
على الاتفاق فيما بينهم يعني الأحزاب والمكونات في كركوك، الاتفاق وفق بما يضمن مصلحة كركوك ومصلحة العراق ويعني من أجل بناء الوطن وعدم تمزيقه، ويعني ضمن أجندة لا أول لها ولا آخر. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ برام زية. برام عضو في المؤتمر الأشوري العام، كان معنا أو كنت معنا في الأستوديو. وأشكركم أيضا ضيوفي الكرام عبر الهاتف، كل من الدكتور أكرم العبيدي كان معنا من العراق وهو أكاديمي وسياسي عراقي، وكذلك الأستاذ قيس القرادر إعلامي وسياسي عراقي كان معنا عبر الهاتف من ألمانيا، ومن تركيا أيضا كان معنا الأستاذ كمال بياتي سكرتير العام للصحافة التركمانية في العراق. أشكركم أيضا مشاهدينا الأفاضل على المتابعة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.